وللمزيد حول حكم محكمة ألمانية بالمؤبد على أحد الضباط التابعين لنظام الأسد الضالعين بتعذيب المدنيين، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين المدير التنفيذي لمجموعة ملفات قيصر المحامي إبراهيم القاسم. أهلا بك معنا أستاذ إبراهيم. أهلا بكم أخي كريم. أهلا بك أستاذ إبراهيم. يعني قضت محكمة كوبلنز الألمانية بالسجن المؤبد على الضابط السوري أنور رسلان الضالع بتعذيب المدنيين في سوريا، بداية ما الأهمية التي تكمن في مثل هذا الحكم؟ أهمية القضية هي من أن جاءت لمحاسبة أول ضابط من ضباط المخابرات السوريين التابعين للنظام السوري، وإن كانت في عدة محاكمات أو إجراءات تحقيقية تتم حاليا في أوروبا ضد أشخاص آخرين متهمين بارتكاب الجرائم منتمين لمجموعات مسلحة. هذه أول قضية ضد ضابط من ضباط النظام السوري، وعلى مستوى كبير، فينا نقول على مستوى كبير لأنه كان رئيس فرع تحقيق بأحد الأفرع الأمنية الرئيسية في دمشق، اللي هي كمان تابعة إلى أفرع أمنية، أو فينا نقول كمان أفرع ناجمة عن هذا الفرع في كافة المحافظات السورية. فمشان هيك بنقول إنه هذه القضية هي مهمة جدا حاليا، ولكن هي خطوة تحتاج إلى متابعة. يعني بكلام آخر، هذه القضية أنصفت الضحايا الموجودين كمدعين ضمن هذه الدعوة، ولكن نحن عم نحكي عن حجم انتهاكات مخيف على مدار الساعة لمدة أكثر ما يقارب 11 سنة حاليا. لا تقارن المحاكمة مع حجم هذه الانتهاكات، مع عدد الضحايا ومع عدد المنتهكين أيضا، مع عدد المجرمين اللي ارتكبوا هذه الانتهاكات. ومع هيك هي قضية مهمة لأنها أول مرة تتم لمحاسبة شخص على هذا المستوى تابع للنظام السوري، وكان يمثل النظام السوري أثناء وجوده بهذا المكان. وكما ذكرت المحكمة أنه طوال فترة وجوده هذا الشخص كان عم يحاول يثبت ولاءه للنظام، وهو كان سعيد بمنصبه وعم يتمتع بالمزايا اللي حصل فيها نتيجة وصوله لهذا المنصب في المخابرات. طيب، هنا علينا أن لا ننسى نقطة مهمة جدا، هي وجود رسلان على يعني في أوروبا بشكل عام. إلى أي مدى سهل وجود رسلان بألمانيا في الأراضي الأوروبية في إصدار وتنفيذ هذا الحكم؟ طبيعي جدا بهذا النوع من الدعاوى أو الجرائم الدولية، وخلينا نقول التقاضي الاستراتيجي أو المحاكمات على مستوى الدولي، لا تتم المحاكمات الغيابية، لازم دائما يكون متوفر عناصر، خلينا نقول أركان الجريمة اللي هم الضحية والمتهم والأدلة الكافية والربط بين هذول العوامل الثلاثة. وجود أنور طبعا أكيد هو اللي فتح التحقيقات، اللي خلى محاكمته ممكنة، لأنه هو في حال وجوده خارج أوروبا لا يمكن ذلك، لأنه هذا النوع من الجرائم لا يعترف بالمحاكمات الغيابية في بعض الجرائم في بعض الدول، فوجوده هو كان أساسي. ومع هيك نحن في عنا مذكرات توقيف دولية حاليا ضد ضباط عالي المستوى مثل علي مملوك وجميل الحسن أيضا عبد السلام محمود، ولكن لا يمكن تنفيذها لأنه هذول الأشخاص موجودين داخل سوريا، فلو على حال على فرض وصلوا إلى أوروبا سيتم إلقاء القبض عليهم بشكل أو بآخر. اللجوء إلى محكمة ألمانية رغم وقوع الجريمة يعني خارج أراضيها، إلى أي مدى يمكن أن يفتح الباب أمام تكرار التجربة مع دول تنتهج نفس السياسة القضائية الألمانية إزاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية برأيك؟ يعني الاختصاص القضائي العالمي الشامل هو أحد الأشكال المحاسبة، ولكن خلينا نقول أنه غير كافي للنظر بكل الجرائم بسوريا، لأنه نحن عم نحكي على حجم انتهاكات كبير، وبالمحصلة هو تقاضي تكميلي نحن بنقول قانونيا، لأنه بالأساس الأصل بالمحاكمات تتم داخل حدود الدولة نفسها اللي يتم عليها انتهاكات أو اللي بينتموا للمنتهكين أو الضحايا، فهو إجراء استثنائي لا يمكن أن نتخيل أنه سيكون العدد كبير جدا بما يتناسب مع حجم الانتهاكات في سوريا، وإن كان في عنا حاليا ما يقارب 50 دعوة وإجراء تحقيقي في أوروبا في هذه الجرائم، ولكن بالمقارنة مع حجم هذا الانتهاك فهي رح تظل إجراءات استثنائية في حالات معينة. الحل الأمثل هو حاليا بالحالة السورية تأسيس محكمة جنائية دولية أو الإحالة إلى محكمة الجنايات الدولية، وللأسف الفيتو الروسي دائما موجود مع الفيتو الصيني اللي عم يوقف أمام هذا الحل المناسب. هذا الحكم من قبل المحكمة الألمانية برأيك ومن قبل غيرها من المحاكم، ألا يضع المحكمة الجنائية الدولية لربما في حرج من أن محاكم أقل منها يعني سلطة لربما استطاعت اتخاذ او استطاعت المضي قدما في محاسبه
مرتكبي جرائم الحرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية. إذا بدنا نحكي على الصلاحيات والمقدرة بهي الإجراءات أو المتابعة أو القبض على المتهمين أو المجرمين، المحاكم مثل المحاكم اللي عندها اختصاص ولاية قضائية عالمية عندها مقدرة أكثر، لأنه هي تابعة لدول وعندها قوة تنفيذية ممكن تتم إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص. محكمة الجنايات الدولية وإن كانت ليست تابعة للأمم المتحدة، ولكن هناك ربط بينه وبين الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن، بحيث أنه مجلس الأمن ممكن يحيل الملفات إلى محكمة الجنايات الدولية، وبالحالة السورية روسيا والصين أوقفت هذا الخيار. أيضا كمان محكمة الجنايات الدولية ممكن توقف الإجراءات أمام محكمة الجنايات الدولية، عفوا مجلس الأمن ممكن يوقف الإجراءات أمام محكمة الجنايات الدولية لمدة سنة وقابلة للتجديد. فما هيك الاختصاص الشامل بوجب بدول مثل ألمانيا هو في عملية إجراءات عملية أكثر، خلينا نقول في مرونة أكثر، لأنه بيرتبط بدولة وعندها سيادة واستقلال أكثر، فممكن من خلال هذه الدولة يتم هاي الإجراءات بسهولة أكثر وتكلفة أقل، لأنه المحكمة الجنايات الدولية مكلفة جدا الإجراءات فيها، وبالمحصلة ستتم محاكمة أشخاص محدودين جدا وعلى مستوى كبير من السلطة. بصفتك الحقوقية، ما المطلوب اليوم لتفعيل لتفعيل مثل هذه الأحكام بعيدا عن الجنائية الدولية التي يعني كما ذكرت لربما كانت هناك محاولات لعرقلتها؟ ما هو المطلوب اليوم لتفعيل مثل هذه المحاكمات؟ يعني خلينا نقول أول شيء المحكمة الجنائية الدولية هي الخيار بحالة مثل سوريا لمحاكمة الأشخاص اللي على مستوى عالي، هي الخيار الأفضل، لأنه كمان هي القادرة على محاسبة مثلا رأس الهرم ومن كان إلى مقربة منه. المحاكم الاختصاص الوطني خلينا نقول هي عندها مرونة أكثر بالعمل. يعني كما تعلم الجناية الدولية يعني مجمدة من قبل مجمدة حاليا بسبب البيتو الروسي، نعم، وبسبب نعم. وبشكل أو بآخر كمان الدول عندها مقدرة أنه تضغط بهذا الاتجاه، ولكن الروس دائما عم بيكونوا خلينا نقول أوفياء لصديقهم أو حليفهم بسوريا أكثر من باقي الدول اللي بتدعي أن هي صديقة للشعب السوري، واللي دائما بتقول أن هي عم تدعم الشعب السوري. الضغوطات ممكن تثمر، ولكن للأسف ما في ضغوطات جدية وما في إرادة متوفرة عند الدول الأوروبية وعند الولايات المتحدة أيضا، ما في هالإرادة اللي ممكن تعمل ضغط مباشر أو يحقق هذه الإيجابية، يحقق هذه النتيجة بشكل إيجابي. فممكن هذا الأمر يستمر لسنوات حتى يكون في حل موجود بسوريا أو بسقوط النظام أو أي شكل آخر. إلى أي مدى يمكن التعويل حقيقة على مثل هذه الأحكام ومثل هذه المحاكم لإصدار أحكام لربما على مجرمي الحرب ومجرمي ضد الإنسانية الذين لا زالوا يقبعون في سوريا ويعني يساعدون في قتل المدنيين لدى النظام؟ يعني خلينا نرجع نأكد على أنه هي إجراءات استثنائية تحتاج وتوفر كل أركان الجريمة، ولكن حاليا الموجودين بأوروبا ممكن ملاحقتهم، ممكن محاسبتهم إذا توفرت كافة الأدلة لإدانتهم. اللي موجودين داخل سوريا طالما هم موجودين داخل سوريا فهم بأمان من الملاحقة للأسف، لأنه ما في أي تعاون حتى، يعني أكيد المجرمين ما راح يسلموا نفسهم، أو الشخص المسؤول عنه اللي تابعين له اللي هو على رأس الهرم بشار الأسد ما راح يسلم هذول الأشخاص حاليا بهذه الطريقة. الحل بهذه الحالة حاليا الضغط باتجاه تشكيل محكمة دولية ودعم الدول اللي مثل ألمانيا عند الاختصاص القضائي العالمي لإجراء مزيد من التحقيقات وإجراء مزيد من المحاكمات لمحاكمة الأشخاص المتواجدين على أوروبا، متواجدين على الأراضي الأوروبية، وممكن حتى ممكن يكون بجنسيات أو بجوازات سفر وهمية أو بهويات جديدة. نعم، إذن كنت ضيفا عبر سكايب من برلين، المدير التنفيذي لمجموعة ملفات قيصر المحامي إبراهيم القاسم، شكرا جزيلا لك.